جزاكم الله خيرا. هذا أخوكم عين ميم ألف يقول: كنت أعمل مدرس في المملكة في السنة الماضية من شهر 9 إلى 7، يعني حوالي 10 شهور، وكان راتبي 1930 ريال. وبعد انتهاء العقد نزلت إلى بلدي ومعي 7500 ريال، وبعد شهرين تقريبا احتجت لذلك المبلغ في بناء منزل ولم يتبقى منه إلا القليل. هل علي زكاة في ذلك المبلغ؟ وكيف تتم زكاة المرتب؟ إذا تم عليه سنة وهو عندك فإنك تزكيه. إذا بلغ النصاب وتم عليه سنة 12 شهرا من تملكك له فإنه تجب عليك الزكاة بأن تخرج ربع العشر. أما إذا كان ما تبقى لم يتم عليه الحول وهو دون النصاب، يعني ما صرفته لم يتم عليه الحول وما تبقى هو دون النصاب، فليس عليك زكاة لا فيما أنفقته لأنه لم يتم عليه الحول، ولا فيما بقي لأنه دون النصاب، إلا إذا كان لك مال آخر تضمه إليه فإنك تزكيه معه. نعم.